هذا البيت أبدا. أنا بدي إياكم تطلعوا برحلة أنتوا اثنين من هلأ لبعد بكرة. يلا روحوا غيروا جو. هي بس شغلنا لفوق راسنا. أنت اسكت، أنت واحد أناني ما فكرت بمرتك أبدا، تارك لي إياها بالبيت تشتغل كل الوقت، وشو عامل لي حالك رجل أعمال؟ بما أنك أنت جوزة لازم تحافظ عليها، فهمت؟ مسك بأمرك عمتي، طالما أنت هيك بدك فما رح نخجلك. لا 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 لا، تعي لقلبي. اسمعني نهار، بدي اياك تنتبه عليها منيح. ولازم تعرف منيح انه ما حدا بيقدر يغير اللي الله كاتبه. حتى انا كنت حاطط املي بهاي القصه، وسامر كان ممكن يستفيد من قصه القرض. بدعي لربي الله يعوضكم عن كل شيء صار معكم. ادعوا معي. بابا حبيبتي خلص كل شي راح. تعي بابا، خلص كل شي راح، المصايب كلها فوق راسنا، خلص انتهينا. لا لا تبكي يا عمي، عدي. بابا ما قلنا غيرك بهالدنيا، كرمالي تساعدنا بهالمشكلة. أكيد ما رح يهون عليك، أنا وجوزي نتبهدل. بابا حبيبي اطلع على عمي ومرت عمي، مو حرام هدول الناس ينزتوا بالشارع هيك؟ والله كل ما فكر انه رح يصير فيهم هيك بجن، والله ما بيستاهلوا هالشي. انت اكيد ما بيهون عليك تصير سيرتهم على لسان الرايح والجاي، كرمالي ساعدهم. كافيري حاجة زودية. كافيري مع حق بكل شي قالته، يعني كيف بدك ياني اتحمل شوفكن بهيك وضع وانتو اهل بنتي؟ لك ايه اذا اجا الغريب ودق بابي بمد ايدي وبساعده بمشكلته، بقى كيف انتو؟ يا جماعة لا تاكلوا هم شي، انا رح حللكن كل مشاكلكن ورح اتصرف مع الديانة بنفسي، بس يعني بدي منكن شغلي وحدي وبس، طلب صغير بتقدروا عليه، مو صعب عليكن ابدا. نحن لازم نرهن هذا البيت باسم كافيري، باسم بنتي، بنتي كافيري، باسم كافيري. بابا أهلين حبيبتي، فوتي. مرحبا، كيفك عمي؟ عن شو كنتوا عم تحكوا؟ ما في شي بنتي، أبوها لكافيري عم يزورنا. فوتي حبيبتي، تعي قعدي. لا ماما، بس كنت حابة أشوفكن وأودعكن قبل ما أروح، لأنه أنا ونهار بدنا نروح رحلة ليومين. حلو، الله يسعدكن. لكن يلا عن إذنكن أنا لازم أروح، نهار عم بيستناني. الله يحميك. روحي شوي، مع السلامة. اي ما سمعت جوابكن، يعني انتو رح تقبلوا بشرطي ما هيك؟ وليش عم تسألون؟ انا رح جاوبك، انا شفت انانيين بس مو لدرجتك. انا خجلانة انه واحد مثلك يكون ابي. سيد نربات بترجاك لا تفهمني غلط، تفضل هاي وراء العقود، راها كتير منيح وإذا لقيتها بتناسبك وقعها من بعد إذنك. خليني أقول لك على آخر شي، هدول الوراء بعد ما أخذ توقيعكن عليهم رح يبقوا بهذا البيت. إذا بتريد أعطينا شوية وقت لحتى نفكر بالموضوع. اخذ وقتك، خاطركم. مع السلامة.
يلا بخاطركم. الله معك. اوعك تغلطي نفس الغلط يلي عملتيه بشهر العسل، سمعاني؟ بدي اياكي تنبسطي وكانه شهر عسل، اوكي؟ الحمد لله انه خلصتوا على الوقت، نهار دقلي هالحلو شو طيب؟ لا تاكلهم لحالك ها، هدول الك ولسالوني كمان. يا حبيباتي الله يحميكم. بدي اياكم تجيبوا لنا بيبي صغير يحملنا اسم عيلتنا ها. شكرا. شو يا صهري؟ شايفتك ساكت على غير العادة، ما بدك تقول لهم شي؟ لا كيف لكان؟ بدنا اياك تجيب اولاد كتير. انا عن جد اسف كتير، انا بقصد انتي سالوني. ان شاء الله تنبسطوا برحلتكم. والله يا امبيكا حاسس ما في اي خيار تاني قدامنا بالمرة. اذا ما وافقنا على هذا العرض خلص نحن رح نخسر بيتنا وللأبد. بس أنا عندي شك بشغلي واحدة، لو كان أبوها لكافيري عنده كلمة وبده عن جد يساعدنا، طيب ليش لحتى يحط هالشرط هاد؟ حتى أنا شاكك بهذا الموضوع، بس خوفي إنه نخسر هالبيت ما عم يخليني أفكر منيح. كل شي رح ينتهي إذا تركنا بيت العائلة. يا الله ما حدا حاسس قديش أنا متضايقة من أبي. كان سجل معاملات الرهن باسمه هو لو ما كان واثق فيكن، بس ليش هو دخلني بهالقصة هي؟ الوضع مو هيك يا كافيري، أنت مو فهماني صح. هذا حقه، هو بده يساعدنا مع أنه بيعرف حالتنا كلياتها،